FM. الكلمة ليك. مليون امرأة انتخبت البيجي قائد السبسي، البيجي قائد السبسي. مليون امرأة، مليون امرأة على مشروع معين، على مشروع حداثي، لأنه ذكرها ببورقيبة أيضا وما أنجزه في حق المرأة التونسية، مش اعتباطيا، خاطر لا يمكن. وهذا هو السؤال الموجه تقريبا اللي يسمعوا فينا توا، يتسألوا كيفاش حركة نداء تونس وحزب نداء تونس في ظرف سنتين يستطيع أن يحقق هذا الفوز الساحق، لأنه جاء كبديل. بديل عن ماذا؟ عن حزب سياسي إسلامي إخواني في آخر المطاف، ينتمي على حركة الإخوان المسلمين، تغول في البلاد وكان طرح مشروعه. وهذا هو، يعني أنا واحدة من مليون، هذه المليون المرأة هذوما قلنا لا، لن نكون حاضرين في هذه المهزلة، في هذا الكرنفال السنوي، لأنه المطالب الأساسية والحقوق الأساسية والمطالب والحلم، حلم المرأة التونسية تكسر على حافة قصر كرداش. الكلمة ليك.